بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين. بمناسبة ذكرى الثانوية الثالثة لتنصيب رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ غزواني، لئن علق لهم أحداث السنة المصطرمة وحاولوا نعرفوا منين وصل بينا للنظام وش وعد البلد وشن هي ردة الفعل المناسبة عليها في المرحلة. نعرف قاع عن الناس مادة من الكلام وتعيش زمن وروح معيشية ونفسية صعبة وياسر منها يواجع غارق قدو الأيام في الماء والله مقفول عليه الطريق، يا غير مولي نقد البناء وتوضيح الصورة وتبادل الرؤى وبناء الخطاب المناسب للمرحلة أشياء لا غنى عنها بأي تغيير سياسي. أول شيء اللي نبدأ به هو ذيك الفرضيات اللي كانت تقول عن النظام يخطط ويدرس الأمور وينتظر الفرصة المناسبة للتغيير ومحاربة الفساد، وعنه نظام انفتاح وحوار وحريات. الفرضيات ظهر لي عنها سقطت كما سنرى إن شاء الله. النقطة الثانية اللي نتكلم عنها هي ديران ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي وانكماش السوق على كورونا وحرب أوكرانيا، لين بين إن شاء الله مولي عن ما هو عذر وله حق مولي يغير سابق ذا كامل. لين ذكر الموريتانيين قمة وقاعدة عن البلد مأزوم، البلد في أزمات متعددة في السياسة في الاقتصاد في الحريات في التعليم والصحة والنقل والإدارة والعلاقات الخارجية، ما أن وضع طبيعي يسمح لنا بالتفرج ويسمح للسلطة أنها تظل مجمعة إياك توصي الناس على تخفيض المهور، والله تحد من البذخ في المناسبات، والله تقول لنا على الحزب الحاكم الصباحين قال له إنصاف كيف حزب عمران خان الباكستاني، والله توحلف حالة تزور بها الانتخابات المقبلة تقصي اللي باغي تقصي من قوى المجتمع الحي بالداخل والخارج. ولهنا بدأوا بالفرضية اللي تقول عن النظام يخطط ومتبارك مع حالة ينقل به الوضع. قطعا عن الفرضية سقطت ولا قط قاع، الحقيقة شفنا إرادتها ولا مؤسساتها ولا رجالها ولا شفنا النتائج، بل العكس تماما، القطاعات الحيوية في انهيار ولا مشهود أخبارها. كافي اللي خالق في التعليم ولادنا ما يقرأ، واللي يقرأ منهم ظروف خاصة واستثنائية ما عنده أمل في العمل، والدولة ما تستقطب الكفاءات، والبطالة ما محركة لها سبة، والمنظومة المصرفية داخل الظلمة، واللوبيات والسياسيويين كانوا يراهنوا بمصير رئيس واحد وعادوا يراهنوا بمصير رئيس سابق ورئيس حالي، والدولة كاملة والشعب متوقفين على ذي الرهان وذي الصراع الغامض اللي لا ناقت لنا فيه ولا جمل. السياسة الخارجية كافينا من الفشل فيها، تضيعنا الفرصة الصدارة وأخذ زمام مبادرة في أزمات الساحل، مالي فيها انقلاب، بوركينا فيها انقلاب، غينيا فيها انقلاب، تشاد فيها انقلاب، النيجر عندهم حرب مباشرة مع جماعات المسلحة، ونحن مضيعين فرصة الصدارة في الحيز وضيعناها سابق ذاك في أزمة القرقرات اللي متعلق بها أمننا ومعاشنا. الأمن القومي ما هو حد يحبس مدون والله ناقد محترم، حتى مواطنين اللي ينكتلوا بدم بارد ما حركنا لهم ساكن ولا احترمنا مشاعر اهلهم ولا يقعدوا كاملين. شفتوا تقرير الامم المتحده اللي خال قبل يومين او ثلاثه في الموضوع. والفرضيه الاخرى اللي تقول عن النظام الحالي نظام انفتاح عاطفة، هذه اللي سقط هذاك الاسلوب اللي انقبض نهار غير الحوار والمسار اللي مشى عليه قاطيل سنوات الثلاث المذكوره، ونهايته الدراميه. وقف ممثل رئيس الجمهورية بالحوار فجأة وقال رانا موقفين إلى أجر غير مسمى، فقطع ما هو احترام للشعب ولا هو احترام للطبقة السياسية ولا هو احترام للدولة. قال لي الرئيس محمد المولود نهار وذا عبارة زينة، حتى قال لي هذا فضيح الدولة. هذه من أبرز أحداث السنة المنصرمة والله قاع السنوات الثلاث كاملة، يغير هي مدة قاع ما تشاور مع روسها ولا تحترم أغلبيتها ما هي تشاور مع الناس الأخرى. الأغلبية والحزب الحاكم اللي فاتوا قالوا عن فيه زايد على مليون موريتاني مازالوا للبارح يعاملوه معاملة القطيع، ينصبوا عليه الرؤساء والقيادات ما سولوه، وتعيين أعضاء الحكومة والترشيح للمناصب الانتخابية ما يشاوروا عليه، وأعضاء الحكومة ما يعلموه بتنقازهم ما هو بالإذاعة، يمشوا للشارع دون أي احترام أو تقدير أو إشعار. والكثير قاع من وزراء الدولة السابقين اللي كانوا في مناصب سيادية حساسة عايشين اليوم دون أي دخل أو سكن أو أي اعتبار، مرمي بهم في الشارع وتوف.
ملعبة وزارة الداخلية وتمشيت مدير الديوان شور الداخلية إياك يحول الحوار الشامل إلى طبخة خاصة بالانتخابات، وإياك يوقف البرلمان ويعلق تطبيق القانون على تأويل الداخلية للمصلحة العامة، والبرلمانيين اللي مفروض عنهم يدافعوا عن تطبيق القانون ويراقبوا الحكومة وافقت أغلبيتهم على واستساغوه. ترخيص الأحزاب مرفوض والقانون عرض الحائط، المشاركة السياسية للشباب والفقراء والجالية في الخارج والعقول المهاجرة والروح الجديدة إذا كان بالمقفوضين قدامه أبواب الترشح والمشاركة. أولا ما هو أولوية لا عند الشعب ولا عند الدولة ولا عند الشركاء الخارجيين، بلي دولة عندها ذم المشاكل كافي إذا القارين هم به ما يلطي عود شغلها الشاغل هو تزوير الانتخابات وإقصاء الناس، وهذا من اللي يدل عن الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري وإصلاح العدالة والتعليم والصحة ما هو أولوية عندهم. أما فيما يخص الحريات، من المضحك المبكي عند عشرية بكامل اختلالاتها ونظام معاوية اللي سابق ذاك ما نقايل عنهم لحقوا ذا المستوى من استسهال حبس الناس وقمعهم وسن القوانين المكممة للأفواه ومنع المسيرات ورفض ترخيص للأحزاب السياسية، التجمعات ممنوعة والمسيرات ممنوعة والساحات العمومية مسدودة والجامعات والمعاهد والمدارس مغلقين أمام السياسة والنقاش وأفكار التغيير والشباب منوم. عهد معاوية والطايع كانوا مسيرات معارضة يرخص لهم وكانوا يقربوا من 1,000,000 متظاهر ولا قد تخسرش به اللي فهم ثقة في النفس وسيطر على الأمور بشيمة والمنع ولا قد تخلق قانون الرموز لا في حكم مدني ولا في حكم عسكري غير النصوص القانونية الشاذة والإجراءات الأمنية ما تقدر تمنع الناس من التعبير. التعبير لا بد من يخلق بطريقة أو بأخرى في الداخل قبل الخارج. قديما كانت المناشير والنكت والشعر، واليوم الفيديوهات والأوديوهات والصور ومدونة الخارج. الفرضية الأخرى اللي سقطت هي عن النظام لا يحارب الفساد ولا يحاسب العشرية، وكافي مدة تعدل لجنة التحقيق برلمانية وتعدل ملف كبير وتحبس رئيس الجمهورية في ظل العشرية وتعين أهم عوانه اللي كانوا على القطاعات المالية والاقتصادية والقضائية والرقابية والإعلامية. هذا بلا معنى ولا هو جاد على أحد لا في الداخل ولا في الخارج. وراني طبعا ما عندي شيء ضد مسؤولين سابقين بذواتهم غير هذا لا من باب توضيح التناقض الحاصل في العملية في جانبها السياسي والأخلاقي قبل الجانب القضائي. النقطة الثانية هي غلاء الأسعار وصعوبة المعيشة وركود الاقتصاد وكيماش السوق وديران ذا كامل على كوفيد وحرب أوكرانيا. كوفيد قطعا مظلوم به اللي حصل لهم هو من راسه وحصل به من الأموال اللي كان يقدر يعدل به ياسر من الهم لا في قطاع الصحة واحد بل في القطاعات الأخرى. وراهنا شفنا سوء التسيير اللي يعدل لذيك الأموال. والسؤال قاع اللي كان محيرنا ومازال إلا فاشله ينوحوا له ما خلق كوفيد وشين هي الإنجازات اللي كانوا لها يعدل. ما فيما يخص أزمة كورونا قطعا عنهم شنعوهم واللي حتى شنعوا تأثيراتها على موريتانيا خصوصا تأثيراتها الفورية به لذا النوع قاع من الأزمات تأثيره ما هو فوري خصوصا على موريتانيا نوعا من الدول. ونحن علاقتنا بالأزمة الأوكرانية تلخص أمرين القمح والوقود. القمح جات علينا الأزمة فتنشريناها الحمد لله شرينا منه الكافينا زمن طويل وفي ذلك جاب الله تعالى رحمته واستغلى قال الحيوان وخف الضغط عليه. والوقود الحقنا إذا كيف إن مواقعين صفقة مع أداكس إنرجي لتزويد موريتانيا بالوقود وبهامش ربح 42 دولار للطن. قمنا نحن وقطعنا العقد من تلقاء أنفسنا إياك نعدلوا صفقة جديدة مع نفس الشركة وميزات عجيبة لصالح المورد. رفع هامش ربح الشركة من 42 دولار للطن الواحد إلى 177 دولار، تخفيض الغرامات المترتبة عليه خلال الشركة بالتزاماتها وعدم التأخير، أن خفضنا الغرامات 10 مرات وخفضنا ضمانات الأداء بالنص والصفقة كاملة وعدلت بالتراضي. وهدينا مولينين قل سعر برميل النفط إلى ما قبل الحرب واتخذنا القرار القاتل برفع سعر الوقود. ولا هي مسألة طبعا بسيطة قد تمر بريحة. أخيرا لا نتوقف ونقول سابق نختم عنا ردة الفعل على الوضع القائم لن تكون بأي حال من الأحوال إيجابية ولا يجد حد من اللي يتوقع كيف ستكون غير اللي غايب عن ياسر من الناس ومغرور فيه عن الشعوب ذات الخلفية القبلية ما تلجأ للمظاهرات بسهولة باللي عندها قنوات اجتماعية خلاص تفرغ فيهم سخطها ما هي الشارع.
غير تنفقع وتنتحس، ومنين تفقد الأمل ما تخصها طريقة توصل بها رسالتها، هو إلا مجتمع واحد كامل. والساحة السياسية تشهد اليوم تحولات كبيرة وفراغ هائل، والمساعي المبذولة لسد ذاك الفراغ ما فاتت قبل شكلها النهائي، ولا فاتت قوة تغيير توافقت على مطلب مركزي محدد وقيادة موحدة منظمة. لكن المخاط كبير والموسم قريب، ونحن أمام تقرير مصير، أمام تقرير مصير بلد. المشروع الموريتاني عاد ياسر من الناس الواعية يقول عنه مهدد بالفشل، ولذلك يالطنا نداركوه. وهناك اليوم وربما لأول مرة في تاريخ المجتمع الموريتاني رفض للنخبة، هذه ظاهرة رفض النخبة تشوف فضلك في بعض الأوساط وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات، والنخبة معاونة في راسها. غير ما لغياب النخبة وتغييبها عن قيادة المشروع كان دائما من أبرز أسباب تعثره وعدم تحقيقه لمكاسب راسخة. وإلى ما أدات النخب الدور القيادي في ذلك المشروع، الدور بطبيعة الحال ما أدات ما أدها أعداء النخب لكونتر أليت. والدول بعد اللي تولات فيها النخب القرار نشحت، والدول اللي ما سيقرتها النخب تعثرت وفشلت في التقدم، والأمثلة كثيرة. وشكرا.